مرسومة تمام الشفة وردة في النبي عسل. ايه بنت الحلاوة دي؟ يا بنت بتخف عليها شوية يخرب بيتك. يو بلاش ارحب بيكي، طب ده انت جاية مع الغيل. تعالى نمشي نقعد في حتة تانية هوا، اتخنقت. اصبري طيب بس شوية. سونا حياتي ما تيجي ترقص معايا شوية. حل عنها مروحة، مش فايق لك. جدك ايه يا ليلى؟ ازيك؟ بسم الله على عينك يا سامية، ازيك انت؟ ما تيجي بقى. يا بنت حل عني بقى، هويني. وانا كنت قلت حاجة غلط. انت كنت فين؟ مراد بيه مستنيك بقى له ساعة. هو فين طيب؟ خش انت بس لجوه الأوضة وانا هتصرف. يلا يلا. تعالى. على فين بقى؟ تعالي بس. هتيجي نمشي بقى. قولك يا بنت انت وهي، افردي جوزك ده شويه يا حبيبتي، ها؟ وهزه كده بنفس، وايه ما عادش في ضمير، اعملوا بلقمتكم. ونيلة. احنا بعيد عن الدوشه كده. ايه ده؟ واحنا هنا ليه؟ بصي انا مأمنة لك يا ابني، انت اخويا، انت جايبني هنا ليه؟ خد هنا، انت رايح فين؟ مش هنا احسن برضو؟ انا قلت الفيلا هيبقى دمها تقيل قوي. على فكرة الباب مفتوح، لو عايزة تخرجي خرجي، أنا مش ماسك فيكي. بس قبل ما تخرجي أنا عايز أعرفك حاجة مهمة. مش عايزة تعرفي حسني هياخد كام عشان يجيبك هنا؟ مش أنا قلتلك قبل كده لما بعوز حاجة باخدها وبأي طريقة ومفيش حاجة بتقف قصادي؟ جدع حسني ده طلع راجل قوي، بس لحد الفلوس بقى هو بخ، كل حاجة بتروح، كل حاجة بتتغير. أنا مش عايزك، أنا بس حبيت أعرفك حاجة ما تنسيهاش طول عمرك. زبالة زبالة، ده انا طلعت وسخ بشكل، بس عن ايه يعني؟ هي دي الدنيا. انت عارف ال50,000 جنيه دول تجيبهم في قد ايه؟ وبعدين يعني هي ليلى عدل قوي، هتلاقيها داير على حل شعرها من غير ما حد يعرف، وعامله عليك شريفه. ايوه هي دايره وبنت كلب، انت بس مكبر الموضوع. لا أنا زبالة قوي، زبالة قوي، حتى لو هي وحشة، حتى لو هي بنت كلب، حتى لو هي زبالة الزبالة، أنا ما عملش كده. أنا إزاي عملت كده؟ إزاي؟ إزاي؟ لو عايزين إيه؟ رايح فين؟ استنى هنا مش هتدخل. أدخل. هي إيه؟ إيه ده الجناد ده؟ على فكرة بقى انتوا الاتنين زي بعض، بيئة قوي، وانا ما بحبش النوع ده. احب اتفرج عليه، اسهر معاه، اضحك، افرفش، انبسط، اروق دماغي، مش اكتر من كده. خد مع اني ما استخدمتش البضاعة اللي انت جبتها، لكن برضو الاتفاق اتفاق.
كام؟ كان هيدفع لك فيا كام؟ ها؟ الفلوس دي من حقي أنا، عشان الطبق اللي كان هياكل منه يبقى أنا اللي استحق الفلوس دي، وأنت كده هتبقى خسرت، خسرت كل حاجة، خسرت نفسك، خسرت الفلوس اللي لو كنت خدتها كنت هتبقى بتشتغل أوسخ مهنة في الدنيا. يا أخويا يا فندم، حضرتك حققت مع السيد ابراهيم الشهير بابكرة، ايه انطباع حضرتك عنه؟ عيب عليك يا استاذ، ما ينفعش خالص انت تعرف انطباع او اتجاه المحقق في الموضوع ولا ايه؟ طبعا يا فندم، والله العظيم ما ده قصدي خالص، وبعدين هما الاثنين جيراني بكرة وحسني، وممكن تعتبرني شاهد على القضيه دي اكتر من ان انا بدافع عن احد اطرافها. على فكره انا عارف انت راجل متزن ملتزم باخلاق العمل بتاعنا. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. وبعدين انا داخل القضيه دي عشان مصالح بين الطرفين مش اكتر. بس ده شغلك مش شغلنا. عارف يا فندم، وانا بسال حضرتك بصفه شخصيه، مش ان انا محامي وحضرتك وكيل نيابه، يعني انا اعمل ايه بالظبط؟ على فكره لو بكرة عايز يتنازل لحسني انا عنديش مشكله خالص ان انا احفظ القضيه. شكرا يا فندم، ربنا يخليك، واسف الازعاج مره ثانيه. ماشي، شكرا. عملت ايه؟ الواد بكرة لازم يتنازل عن المحضر او يغير الاقوال. يا عم يتنازل ما يتنزلش، ماليش في الواد ده، لازم يخرج. هخرجه ان شاء الله، ما تقلقش. ده جمال، بس هو ده اللي يحل لنا الموضوع يخلصه. رد عليه بقى وقول له ان الواد بتاعه بوظ الدنيا ولازم يتشد ويتشفر. تعال. الو يا جمال باشا. ماشي يا باشا، عينينا. ماشي، اجل سعادتك. سلام يا باشا، سلام. محمد، يا محمد، تحت امرك يا عبد العزيز بيه. لو سمحت ناديلي الانسه هاله. هاله ما جاتش النهارده يا عبد العزيز بيه. ما جاتش؟ طب انت معاك تليفونها؟ اه معايا، تحب اكلمها لحضرتك؟ لا 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 لا، اديني بس الرقم. منحوس منحوس لو علقه على راسه فانوس. كانت تكنيله وانتي معرقبه.